دعنا نشرك معنا الأستاذ محمد كمال، القائد السابق في حركة السادس من إبريل. أستاذ محمد، أهلا بك. أستاذ محمد، في البداية كيف تابعت ما آلت إليه الأمور هذه الليلة في الجزائر؟ نتحدث عن ثورة هنا وثورة هناك، كيف رأيت تخلي بوتفليقة أو تراجع بوتفليقة عن ترشيحي أو ترشحي للعهدة الخامسة؟ تمام. فيما يخص الأحداث في الجزائر، أعتقد اللي حصل النهاردة ليس له إلا احتمالين، احتمال من الاثنين. الاحتمال الأول، إما أن بوتفليقة قد أجبر على هذا وأنه لم يتخذ هذه القرارات، لأن المعلومات اللي كانت عندنا من المستشفى السويسري اللي كان فيها إنه فقد للنطق وبيتغذى صناعيا، فزي حد في القوة العقلية المنهارة ديت هياخد قرارات زي دي. يبقى رقم واحد، إما أن حتى وإن كان ظهر النهاردة جالس على كرسي وبجواره القائد صالح، ممكن يكون ظاهر على الكرسي وأكبر على هذا، يعني نعم. ليس في يده شيء. نعم. ما حدث في الجزائر هي خطوة أولى يجب ألا يخدع الشعب الجزائري ويتوهم أنه قد حقق لكن الاحتمالين ومطالبه. الاحتمالين أستاذ محمد، في البداية حضرتك قلت الاحتمال الأول أنه أجبر على التراجع، أجبر على التاني. التراجع، والاحتمال الثاني نعم. أنه بيناور، مناور، بمعنى أنه ينقذ النظام ويضحي بالرأس. هو الرجل ما عندوش القدرة أنه يحكم فيما بعد، وهو كذب النهاردة لما قال في البيان أنا لم أكن أنتوي الترشح، يعني هو بيقلد مبارك مرة تانية، مرة خمسة. فبالتالي إما أنه قد أجبر على ذلك، وإما أنه بيناور لكي ينقذ النظام ويأتي بخليفة له هو يكون توأمه ويسير على نفس النهج بشكل واضح. عفوا. فبالتالي يجب على الشعب الجزائري أنه واحد لا ينخدع، اثنين لا يترك الشوارع والميادين كما أجبرنا على ذلك في مصر في فبراير 2011. يجب على الشعب الجزائري تحديد مجموعة من المطالب، عقد اجتماعي جديد وعقد وطني جديد ودستور جديد. بوتفليقة النهاردة عمل حاجة برضو شبيهة بمبارك. مبارك تنحى ثم كلف المجلس العسكري بالإدارة. نعم. بوتفليقة النهاردة بيقول عدلوا الدستور وإلى آخره، هو برضو عايز ما قد يأتي في المستقبل يكون متناغما معه بشكل واضح